مساء الخير، برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. لقاء جديد في من القاهرة، أهلا وسهلا. الليلة كالعادة موضوعين ثم الحوارات. بداية الحوارات، بداية الأخبار، استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الوطني في موريتانيا، وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي إلى شقيقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على إصدار 9 رخص ذهبية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي. وأكد الدكتور مدبولي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته لإحداث توازن في الأسعار. الملفات الاقتصادية واستقرار الأسعار بالأسواق تتصدر اهتمام الحكومة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع استعرض خلاله رئيس الوزراء التيسيرات التي تم التوافق عليها، حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على العديد من التيسيرات للمطورين العقاريين. هنمد مدد الزمنية للمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها اللي موجودة، يعني لو واحد واخد 5 سنين بنديله كمان سنة إضافية فوق السنة دي، وبنرحل الأقساط المستحقة كانت على المطور لنفس المدد. في نفس الوقت، وده كان قرار آخر مطلب من مطالب المطورين العقاريين، احنا كنا بنعتبر ان المشروع مكتمل وبالتالي ما بنضغطش على المطور ان هو يكمل بقية المشروع عندما تصل نسبة التنفيذ الى 90% من المشروع، فكنا بنسيب له 10% يقدر ان هو ينفذها على مدى زمني، يعني ما فيش بقى مدى زمني محدد. برضو هيئة المجتمعات خفضت النسبة، بدل ما تكون 90 تبقى 85%. ايضا كان هناك الحقيقة طلب وبرضو تم الموافقة عليه، الحقيقة كان بيبقى هناك فايدة اضافية بتفرض من قبل وزارة المالية كانت بتساوي 2% اضافية، برضو مجلس هيئة المجتمعات بحضور السيد وزير المالية تفضلوا بالموافقة على تخفيض النسبة من 2% إلى 1%. كما استعرض رئيس الوزراء موقف حصول الشركات على الرخصة الذهبية لتمكين القطاع الخاص في العديد من المشروعات الهامة. المجلس كان وافق من يمكن شهر وشوية على 9 رخص بصورة مبدئية، والنهاردة يمكن يعني اسمحوا لي ان انا اعرض على حضراتكم يعني ان في ايدي دلوقتي 9 رخص اللي فعلا تم اصدارهم، وبرضو عشان نشوف شكل الرخصة يعني بطريقة غير تقليدية وطبقا للتقنيات الجديدة، الرخصة بتطلع في صورة كارت ذكي
بيبقى في طبعا كيو ار كود بيبقى متسجل عليه كل الداتا والبيانات اللي بتبقى خاصه بهذه الرخصه. والحقيقه دي يعني خطوه مهمه جدا الدوله النهارده بتاخدها علشان فعلا تشجع القطاع الخاص في خلال هذه المرحله بالاسراع بتنفيذ كل المشروعات التنمويه في المجالات اللي احنا قلنا انها هتكون جديره انها تاخد الرخص الذهبيه. وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدت في هذا الإطار. المجلس حريص كل الحرص في هذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الإنتاجية وعلى الأخص قطاع الصناعة. ويمكن يعني إحنا على تواصل مستمر مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس التصدير عشان نشوف كل المشاكل التفصيلية حتى اللي بتواجه عملهم، بحيث النهاردة نخرج بقرارات تنفيذية واضحة بيتم متابعتها علشان نقدر ان احنا نتجاوز اي عقبات النهاردة بيواجهها قطاع الصناعة. لان طبعا زي توجيهات فخامة الرئيس هو ده القطاع الاهم بالنسبة للدولة المصرية واللي شغالين عليه. كما اشار رئيس الوزراء في مجال طروحات الشركات انه تم طرح شركات المستثمرين بغرض اعادة هيكلة تلك الشركات بهدف زيادة رؤوس اموال تلك الشركات. قرارات اقتصادية هامة للمطورين العقاريين والمستثمرين الأجانب والمحليين تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من مشاركة الدولة في القطاعات المختلفة والمشروعات الخدمية والتنموية. أما الإفراج عن البضائع الجمركية في الموانئ وخاصة السلع الغذائية فهي تهدف إلى استقرار أسعار السوق المحلية. قرارات هامة تعكس جهود الحكومة في دعم الاقتصاد المصري وتوفير الخدمات للمواطنين بأشكال ميسرة. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو غزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. أستاذ حسن تحياتي، أهلا وسهلا. شكرك. يعني أبرز ما يمكن ترصده أنت حول اجتماع مجلس الوزراء. يعني هي رسالة طمأنة من رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة من الدولة المصرية بالنسبة للقطاع الخاص. الدولة المصرية بتقف طبعا مع القطاع الخاص وخاصة في مثل هذه الظروف العالمية، ولذلك بيأتي تكليفات القيادة السياسية للحكومة بالإسراع في الرخصة الذهبية. هذه الرخصة اللي هي بتتيح طبعا العمل بالنسبة للمستثمر بدل ما كان بيلف الكرة الأرضية للحصول على الموافقات من كافة الوزارات المعنية، ولكن بتستطيع حضرتك من جهة معينة بتحصل على هذه الرخصة. ده يعني بيوفر وقت ومجهود بالنسبة للمستثمر. هناك جهتين طبعا لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، هو مقر مجلس الوزراء في اللجنة العليا بمجلس الوزراء، بجانب طبعا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وزي ما يعني قال رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أسابيع تم إصدار 9 موافقات، اليوم تم الموافقة على 4 موافقات جديدة. الفترة المقبلة ستشهد عدد كبير من الموافقات الأخرى. الأمر الآخر اللي هو طبعا ده بيهم المواطنين، عملية الإفراجات الجمركية اللي هي كانت متراكمة خلال الفترة الماضية عن البضائع، ونقول رقم معين ده بيحدد بيأكد على جهود الدولة المصرية. منذ ديسمبر وحتى الآن تم الإفراج الجمركي عن بضائع ما قيمته حوالي 14.5 مليار دولار من البضائع اللي هي كانت طبعا متراكمة نتيجة يعني الأزمات المتراحقة خلال الفترة الماضية. وجاري يعني العمل بيجري بالتوالي زي ما كان قبل فبراير الماضي 2022. يمكن أسبوعيا بيتم الإفراج عن حوالي 1.5 مليار دولار من البضائع. ولذلك هناك يعني الحمد لله يعني عملية مستلزمات الإنتاج والمواد الخام موجودة لدى المصانع زي ما قال يعني الغرف التجارية، زي ما أكدت عدد من المصانع لديها شهر وشهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. طبعا دي كلها جهود بتأكد الدولة المصرية أن هي حريصة كل الحرص على الوقوف مع المستثمر، حريصة كل الحرص أن هي
توفر البضائع للمواطنين، توفر السلع الغذائية للمواطنين، وآن الأوان بالفعل أن القطاع الخاص يقف مع المواطن ومع الدولة المصرية أنه هو يرخص السلع وما إلى ذلك، لأنه كانت لديها أزمة، ولكن هذه الأزمة لم تعد. حضرتك كنت يعني بتدفع غرامات على التأخير أو على عملية العرضية في الميناء، دلوقتي حضرتك ما تدفعش، ما فيش تأخير دلوقتي، البنك المركزي بالتنسيق بينه وبين الحكومة بيوفر الدولارات المطلوبة، وإذا كان هناك بضائع موجودة، هذه البضائع الموجودة في المواني ليس لديها مستندات وصلت البنوك. مشكورك جدا زميلنا الأستاذ حسن أبو خسيم محرر شؤون مجلس الوزراء في روز اليوسف، شكرا جزيلا. غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء والإسكان والنقل وعدد من ممثلي كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، وذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا التي من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر، كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النوترون وفدا من الرياضيين والحقوقيين والإعلاميين للاطلاع على مرافقي وأساليب الرعاية والإصلاح المقدمة، كما شاهد الوفد نهائي دوري كرة قدم بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتم وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، أقام قطاع الحماية المجتمعية نهائي مسابقة كرة القدم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والتي تنافس فيها عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور وفد من الحقوقيين والرياضيين والإعلاميين. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، حيث تم تسليم الفائزين الكؤوس والميداليات والجوائز لتحفيزهم لمزيد من العمل على تقويم السلوكيات. أنا فخور جدا أنا موجود هنا النهاردة في مركز إصلاح والتأهيل، شفنا حاجة الحقيقة ما شفتهاش في حياتي، يعني مستوى معيشي للناس كبير جدا، مستوى رائع جدا، اهتمام بالرياضة، اهتمام بأنشطة كتير جدا جدا جدا. فأنا مبسوط إن أنت بتحاول تطلع النزيل تشغل له يومه بحاجات إن كان رياضية أو في ثقافية أو في صناعية أو في زراعية، فدي حاجة كويسة جدا إنك دايما تخلي النزيل يطلع من عندك عنده إن كان موهبة ينميها في حاجة تانية أو عنده مورد رزق بعد كده يخش من خلال إن هو يتعلم حاجة هنا. إنسان بيتعامل بمنتهى الإنسانية، دي حقيقة، ده واقع عشناه هنا عندكم في وادي النطرون، في ما بقتش حتى سجن، ده بقى فعلا إصلاحية لتعديل سلوك الإنسان اللي خرج على النص، الإنسان اللي بيتقال في المجتمع إنه أجرم في حق المجتمع. عقب انتهاء المنافسات الرياضية قام الوفد بجولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على مرافقه المتنوعة وما يقدم من خدمات ورعاية للنزلاء وسبل الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، حيث تعد مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. أنا اتفاجئت صراحة، يعني اتفاجئت باللي أنا شفته النهاردة في المركز، شفت صرح كبير جدا صراحة، يعني أنا لو ما شفتش بعناية عمري ما كنت أصدق ولا كنت أتخيل، لكن أنا شفت بعناية إن قد إيه كل حاجة موجودة بالنسبة هنقول للنزيل، مش للسجين، للنزيل، وده الاسم اللي إحنا بنتمناه في الفترة الجاية، إن هم إخواتنا وقرايبنا وأصحابنا اتحطوا في مواقف إن هم بقوا موجودين في مكان، لكن إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول باللي أنا شايفه، إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول ويخرجوا ما نشوفهمش هنا تاني إن شاء الله. سعداء النهاردة بالزيارة وسعداء النهاردة
بالتطور الكبير اللي احنا شفناه داخل مركز الإصلاح والتأهيل، الفرق الكبير ما بين القديم وما بين الجديد، الصورة لازم تتنقل للناس. يعني فعلا فعلا الوضع فعلا يستحق ان احنا نقول ان هو وضع فعلا يليق، حتى لو واحد مسجون لو كان كده بس بيلاقي يعني معاملة آدمية، وده المهم. هذا المركز يعتبر هو واحد من نقول النماذج المشرفة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات العقابية. الموضوع أيضا بيتم توفير كل الخدمات بالنسبة للنزلاء. قابلنا النزلاء، قابلنا أهالي النزلاء، دخلنا في الزيارة بتاعتهم، دخلنا شفناهم، الحياة ماشية كل حاجة بسيستم واضح جدا، لا حاجة فعلا تدعو للفخر. هكذا تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق أعلى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في منظومتها العقابية الحديثة المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي جاء إنشاؤها ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للنزلاء وذويهم، وكذا المفرج عنهم. رعاية متكاملة تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل لنزلائها، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو الرياضي أو التأهيلي، ليتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، بل أن السياسة العقابية الحديثة تمتد في رعايتها أيضا إلى المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ليتمكنوا من الحياة بصورة كريمة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. دفعت وزارة الصحة والسكان بإثنى عشر سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى مستشفيات الجمعيات الأهلية بالمطرية في القاهرة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 32 مواطنا وثلاث حالات وفاة، مشيرا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لأربع مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات، فيما تم نقل 28 مصابا لتلقي العلاج بالمستشفيات المحيطة بموقع الحادث. شهدت الجامعة العربية الإعلان عن جوائز أفضل الأعمال التطوعية التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية بتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع برعاية الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي. وشهد الحفل الختامي للنسخة الرابعة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد تكريم 18 مشروعا تطوعيا من 11 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لمسيرة العمل التطوعي والإنمائي. إيمانا بدور المنظمات المدنية والعمل التطوعي في تنمية المجتمعات العربية، عقدت فعاليات الحفل الختامي للنسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية، والتي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع برعاية جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية. لجنة التحكيم مكونة من عدة مؤسسات دولية، منها الأمم المتحدة للمتطوعين والأمم المتحدة للسكان وأيضا المعهد العربي للتخطيط واليورو المتوسطي، كثير من الجهات الدولية اللي تشارك معنا اليوم في التحكيم. أهم معايير طبعا الفوز بهذه الجائزة هي الاستدامة، التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، أيضا حجم الشريحة اللي يستهدفها المشروع والريادة في الفكرة. أغلبها مرتبط بحاجات اجتماعية ومجتمعية، لما تروح مثلا في المبادرات الخاصة في مثلا العراق تلقاها كلها متمحورة حوالين قضية إعادة الإعمار وتجميل المباني ومحاولة معالجة الدمار اللي حصل في القرى وفي المناطق. لما تروح مثلا إلى بعض المبادرات اللي تكون جايتك من أفريقيا، من دول أفريقية، كلها تتمحور حوالين الأمن الغذائي والأمن الغذائي والدوائي. فكانت المبادرات السنة ومدى ارتباطها أيضا بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها. العمل الأهلي المصري مبني على التطوع،
قانون الجمعيات اللي صدر في 2019، كان اول قانون يصدر برؤيه في باب كامل عن التطوع المصري والتطوع وينظم التطوع بين مؤسسات العمل الاهلي والحقوق والواجبات الخاصه بالمتطوعين. لازم الجوائز دي بتبقى تحفيز وتاكيدا على اهتمام كافه مؤسسات الدول العربيه وطبعا الدوله المصريه بالعمل الاهلي وبالمتطوعين. تهدف القلاده الى تكريم صانعي افضل المشاريع التطوعيه في العالم ونشر مشاريعهم وخبراتهم في اوساط المتطوعين، بما يساهم في نشر ثقافه التطوع وتطوير الاعمال التطوعيه وابراز دورها في التنميه الشامله والمستدامه للمجتمعات العربيه. مثل هذه الجوائز اهميتها جدا عاليه في تحفيز افراد المجتمع للمشاركه في تحقيق التنميه المستدامه. واتحاد الدول العربيه اليوم والدول الخليجيه، انا اعتقد هذا جزء كبير من نجاحها باذن الله. هدف اول شيء التحفيز الشباب اللبناني على التقديم على الجائزه ولا اعطاء مشاريع عربيه لبنانيه، وهذه المشاريع تكون عبره لكل الدول العربيه. تكريم لكل المشاريع الابتكاريه في المجال الزراعي وقضاء على الفقر وقضاء على الجوع، وده تكريم مميز جدا ومؤسسه عالميه كبيره زي ديت، وتخلينا احنا نتشجع اكتر ونزود جهودنا لنشر ثقافة الزراعة الحيوية في مصر، وإزاي مصر تقضي على مشكلة الجوع عندها وبالذات في المناطق النائية. يعد العلماء أساس لبناء المجتمعات من خلال أفكارهم وإبداعاتهم والتي تساهم في تنمية المجتمعات، لذا تكريم الجامعة العربية للعلماء العرب للتأكيد على أهميتهم في بناء وتنمية المجتمعات العربية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من الجمهور للمشاركة في فعاليات وأنشطته الثقافية، التعرف على إصدارات الكتب المتنوعة والتي تلبي احتياجات القراء من مختلف الأعمار بأسعار مخفضة. أكثر من 200 ألف زائر توافدوا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في سابع أيام المعرض لتفقد أجنحته الثقافية بمشاركة أكثر من 1000 ناشر مصريا وعربيا وأجنبيا يمثلون 53 دولة. المعرض هايل واحنا بنجيه تقريبا كل سنة، لأنه في تنوع في الكتب، واحنا طبعا بما أني عندي أطفال في مراحل مختلفة فأنا بلاقي كل الكتب اللي بتنمي المواهب بتاعتهم الدراسية والمواهب الاجتماعية والثقافية، فبالتالي هو لامم كل حاجة اقدر ان انا استفيد بيها انا شخصيا وافيد بيها الاطفال كمان. شايفه المعرض السنه دي حيوي والناس كتير جايه تقرا، واكتشفت الناس كتير حبت القرايه وفي ثقافه انتشرت فجاه، فالحوار عجبني بصراحه، يعني اللي هو الناس فجاه لقيت حبت الكتب بقى والحوار انتشر وكده، فاللي هو حوار لذيذ قوي. العارضون والناشرون يبدعون ويتنافسون في عرض احدث اصدارات الكتب والتي تلبي احتياجات القراء الثقافية بتخفيضات كبيرة. احنا ما زودناش الاسعار بنسبة زيادة الورق اقل من النص تقريبا، وتعتبر اسعارنا اقل اسعار موجودة في المعرض، لان احنا مش الهدف هو الربح، الهدف ان الشباب كله يقرأ. رسالتنا من فروم داي 1 ان احنا بنقدم كتب لكل الاعمار من سن مثلا 4 سنين او اللي هو لسه بتعلم الالوان لحد 50-60 سنة هيلاقي كتب. تتواصل فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة حتى 6 فبراير القادم، ويستقبل زواره من 10 صباحا إلى 10 مساء. إقبال جماهيري كبير داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي ينتظر القراء كل عام لإشباع رغباتهم الثقافية، ليظل المعرض عبر ندواته وقاعاته وفعالياته حافظا للإبداع المصري والعربي وجزءا أصيلا من حضارتنا الثقافية. من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحمد ممدوح، أني. نجح مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية عمله في عام 2005، الذي توقف عن العمل لفترة 8 سنوات قبل إعادة تشغيله مرة أخرى في عام 2021. وقد قام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعادة تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي مسال، منها حوالي 4 مليون طن تم تصديرها في عام 2022، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد 20 عام تقريبا، ما يجعله المصنع الأول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال، ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط.
بدا أكثر من 40,000 منفذ تمويني في صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم التموينية. وطلبت الوزارة المواطنين بعدم ترك البطاقة لأي صاحب منفذ أو مخبز، وحذرت أصحاب المنافذ والمخابز من تجميع بطاقات التموين لأن ذلك يعرضهم للغرامات والغلق. على أبواب المنافذ التموينية بدا الأمر على هذا الحال، توافد كبير ووفرة في السلع بأكثر من 40,000 منفذ. السلع الحمد لله متوفرة حتى الزادات، وكل واحد بيجي ياخذ التموين بتاعه، سواء إذا كان زيت، رز، مكرونة، وفي سلع ثانية إضافية موجودة في 14 15 سلعة موجودين، تاخد منها اللي أنت عايزه برضه، كل حاجة عليها سعرها. فالحمد لله الحاجة موجودة ونحمد ربنا على كده، وعبر رمضان كمان. فالسلع التموينية التي ينتظرها الكثيرون بداية كل شهر تأتي كطوكنة جاتي لهم، خاصة وأنها تكفي أغلب احتياجات الشهر من زيت وسكر ومكرونة وغيرها من السلع الأخرى. توفر عليها كتير جدا، ما بشتريش حاجة طول الشهر طالما بجيب التموين، طلبات للبيت يعني اللي هي المواد الأساسية. توفر كتير في الشهر، احنا لو جبنا من بره مش هتكفينا ولا 2000 جنيه، ناخد تموينا كل شهر ما نجيبش عليه الحمد لله. فهنا لا يدفع المواطن أكثر من الاثنين من الجنيهات، وإن زاد قليلا لا يتعدى الخمس جنيهات بحسب سحبه للسلع الموجودة على بطاقة الدعم. المواطن بيجي يصرف دعمه الأول، بيبقى مثلا لو دي دعم 200 جنيه أربع أفراد زائد فرق العيل زائد الدعم 100 جنيه، دي بتبقى بضاعة دي كلها بتبقى بالمجان. لما بيجي يصرف لو خد بضاعة أزيد بيدفع الفرق بتاعها، بالإضافة لهامش ربح البقال، الهامش ربح بتاعه الجنيه. ووسط كل هذا تأتي الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعاون المواطن في الإبلاغ عن أي استغلال له. في حملات مستمرة على مدار اليوم طبعا بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، والحمد لله احنا بننسق ما بين الحملات عشان تبقى في عندي حملات صباحية وحملات مسائية، والحمد لله زي ما انت شايف حضرتك النهاردة واحد في أول الشهر، وإن شاء الله يكون شهر كريم على الأمة العربية كلها، وبإذن الله الحمد لله زي ما انت حضرتك شايف السلع متوفرة عندي، السكر عندي، الرز عندي، الزيت ما فيش عندي أي مشاكل الحمد لله. فوفرت كل تلك السلع تأتي مع جهود عظيمة للدولة ودعم قد زاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في الشهور الأخيرة. تقول الأرقام إن الدولة تدفع سنويا ما يصل إلى 40 مليار جنيه لدعم السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم، رقم قد زاد في الشهور الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من 1 مليار جنيه شهريا. رمضان الشحات، النيل. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء. أستاذ حسن تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا كل المشاهدين. أشكرك. بتشوف إزاي دور المنافذ التموينية في التخفيف على المواطنين؟ طبعا الدولة لجأت إلى أسلوب اقتصادي هو أسلوب الإتاحة، إتاحة السلع وتوفيرها حتى يتم تجنيب البلاد من مغبة أن يسيطر قلة من المحتكرين على السلع ويحجبونها ثم ترتفع أسعارها ارتفاعات غير مبررة. فمن خلال المكافحة المستمرة التي تقوم بها الدولة في مواجهة مثل هؤلاء المحتكرين، وكلنا شايفين الحملات اللي بتتم على من يقومون بتخزين السلع الأساسية والاستراتيجية، وأيضا في نفس الوقت بيتم افتتاح العديد من المنافذ المختلفة. عندنا مبادرة حاليا الآن لسه قبل ساعات أهلا رمضان، أهلا رمضان بتفتتح من الآن وحتى نهاية شهر رمضان، وتوفر كافة السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار تقل عن أسعار السوق بما لا يقل عن 30%. وبالتالي فكرة الإتاحة وتوفير السلع تمنع استغلال التجار، بالإضافة إلى مطاردة التجار. قبل أهلا رمضان كنا كلنا شايفين الدورة 23 لمبادرة كلنا واحد، كلنا واحد نجحت في أنها تعرض بكميات كبيرة السلع الغير متوفرة واللي كان بعض التجار بيحاولوا أن هم يحجبوها، وكانت النتيجة هي السيطرة على ارتفاعات الأسعار الغير مبررة. ما زالت هناك أسعار مرتفعة، ولكن احنا بنتكلم على الأسعار اللي معروضة في المنافذ، المجمعات الاستهلاكية، جمعيتي، مبادرة أهلا رمضان وقبلها كلنا واحد، منافذ الجيش، كل دي وزارة الزراعة،
كل هذه المنافس بتسهم في ضبط الأسعار في ظل ظروف استثنائية نتمنى أن تمر سريعا ونستطيع أن نتجاوز هذه الأزمات وتعود الأمور إلى ما نتمناه. طيب في بس حاجة بتقولها وزارة التموين عايز أسأل حضرتك عليها، ممكن يكون عندك إجابة. وزارة التموين طلبت المواطنين بعدم ترك البطاقة لأي صاحب منفذ أو مخبز، وحذرت من ذلك لأن ده بيعتبر أمر غير قانوني. ليه يا فندم؟ هو مش بس كده، يعني الفكرة إنك لما بتسيب البطاقة وإنت ما بتستخدمهاش فالمنفذ اللي بياخد البطاقة دي سواء كان مخبز أو بياخد البطاقة دي وبيحسب عليها استهلاك وبعد كده يبيع الاستهلاك طبعا سوري لأن المواطن لم يحصل على هذا الاستهلاك، وبالتالي هو بياخد السلع أو مدخلات السلع المدعمة يعني اللي هو المواطن صرفه بشكل خبز سوريا لأنه ساب البطاقة للمخبز. فالمخبز بيبيع دي دوت بالسعر الحر أو بالسعر بتاع السوق رغم أن هو واخده بسعر مصر. هذا الاجراء يعني ان الدعم لا يصل الى مستحقه، يعني انك بتشجع على استغلال اصحاب المخابز المواطنين للحصول على اشياء ليست من حقهم فيتربح على حساب المواطن. واذا كان المواطن مستغني وبالتاكيد هو مش مستغني، لكن اذا كان فعلا مستغني وهيسلم بطاقته واحنا بنحذر من ده الى المخابز فلازم يعرف انه عرضه لايقاف البطاقه اذا تم ضبطها. بشكرك جدا الاستاذ حسن هيكل امين عام جمعيه مواطنون ضد الغلاء، شكرا جزيلا. تنفيذا لتوجيهات الرئاسية أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك واحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة لا تتعدى الفائدة فيها 5%. وأشار الوزير إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذتها مشروعك بلغ حتى الآن 203 ألف مشروع بقروض تقترب من 26 مليار جنيه، كما وفرت هذه المشروعات حوالي 2.3 مليون فرصة عمل. للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواد في أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. تحياتي لسيادتك يا فندم والساده المشاهدين. اشكرك اشكرك يا دكتور. وزير التنميه المحليه بيتكلم على مشروعك اللي هو يعني واحد من المشروعات المهمه للوزاره اللي وفر حوالي 2.3 مليون فرصه عمل باجمالي قروض ميسره اقتربت من 26 مليار جنيه. بتشوف هذا المشروع ازاي في تحريك عجله الاقتصاد سواء في توفير الخدمات والسلع للمواطنين او حتى كمان خلق فرص العمل؟ هو الحقيقه خلينا نتفق على ان هناك مبادرات كثيره جدا موجوده في داخل الدوله المصريه على اساس استغلال الطاقات الموجوده وتمكين الافراد من اقامه مشروعات والمساهمه في الاستفاده من الموارد الطبيعيه اللي موجوده في داخل المجتمع المصري. هذه المشاريع هي ادت الى توفير فرص عمل للشباب كبيرة، وأدت إلى كمان قيام مشروعات تبع ريادة الأعمال ومشروعات صغيرة ومتوسطة علشان تحقق عدة أهداف. الهدف الأول وهو زيادة الإنتاج المحلي ولا سيما في المشروعات الصناعية أو المشروعات الصغيرة أو مشروعات ريادة الأعمال، وهذا ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتشغيل الطاقات من الشباب. الأمر الثاني وهو توفير استغلال الموارد المحلية واعتماد على المزايا النسبية اللي موجودة في كل قرية، ولا سيما ان وزارة التنمية المحلية هي اللي ترعى هذا المشروع، ومن ثم فانه مبني على استغلال القدرات واستغلال الكفاءات واستغلال الموارد الموجودة في المجتمعات المحلية حتى يمكن قيام بؤر تنموية واستغلال الصناعات الحرفية واستغلال المزايا النسبية اللي موجودة. الحقيقة كمان هذا الامر ربما يكون واخد طابع تصنيعي او طابع في قيام صناعات معينه على قيام مشروعات صغيره وجديده، وده الحقيقه يبدا هنا يستقطب مدخرات الشباب
ويستقطب الاستثمارات عشان يقيم مشروعات. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه الحقيقه الدوله كمان بتدي قروض وائتمان لهؤلاء الشباب عشان تدعمهم في هذه المشروعات. كل ده بيقول لنا ان احنا عندنا اكثر من مبادره الحقيقه، عشان بس نتكلم بمنتهى الوضوح، عندنا اكثر من مبادره موجوده في داخل جمهوريه مصر العربيه خلال السنوات السابقه. مبادره ابدا، مبادره مشروع، مبادره حياه كريمه، كل المشروعات دي بتصب في خانه واحده. خانه ايه؟ الخانه اللي هو عمليه استغلال الموارد الموجوده، وعمليه توفير فرص عمل للشباب، وعمليه ان انا ابدا احول المجتمع المصري من مجتمع استهلاكي الى مجتمع انتاجي، ولا سيما ان هو النهارده فيه مشروعات صغيره متوسطه، وده الحقيقه في حد ذاته يؤكد او يعزز من فرص التنميه، ولا سيما في من خلال عندما يكون هذا التعزيز مبني على توطين الصناعات الصغيره، وفي نفس الوقت كمان قايم على الفرص الموجوده، ويساعد ايضا في الانتاج او دعم المنتج المحلي والحد من الاستيراد، وده كله بيساهم من تقليل الفجوه الاستيراديه اللي موجوده، واعتقد في النهايه انه بيوفر من كثير جدا من العملات اللي ممكن كنا ممكن نقدر منه. لو نجحت هذه المشروعات بشكل كبير جدا اعتقد ان هذا الامر سيؤدي او سيغير من شكل القريه وشكل المجتمع العشوائي، ويغير من شكل المجتمعات المحليه، واعتقد ان جهود الدوله في هذا الموضوع جهود حثيثه، وان وزاره التنميه المحليه ايضا بتعمل في هذا الاتجاه، والنهارده تصريح الوزير كان موفقا جدا. شكرا جزيلا. اشكرك الدكتور محمد الشواطفي استاذ الاقتصاد بجامعه الزقازيق، شكرا جزيلا. أعلن ميناء الأديبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول 3 أبراج تقطير للغاز لنقلهم لمجمع غازات الصحراء الغربية، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات بخط إنتاج رابع بسعة 600 مليون قدم مكعب يوميا إلى 1500 مليون قدم مكعب يوميا للاستغلال الأمثل للغازات المنتجة من حقول الغاز. وصرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن الهيئة بتولي اهتمام كبير بموانئها ورفع كفائتها لاستقبال معدلات فائقة الحجم للمشروعات القومية. للمزيد بينضم لنا عبر الهاتف دكتور سامح نعمان الخبير في شؤون الطاقة. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، تحياتي لسيادتك وللساده المشاهدين. اشكرك. يعني ايه ابراج تقطير فائقه الحجم، وازاي ده ممكن يضاعف من الانتاج بشكل كبير يا دكتور؟ هو حضرتك الابراج اولا يهمنا ان الابراج تمت بايدي مصريه خالصه في الورش المركزيه لبتروجيت، دي مهمه جدا. وان احنا اتبعتت لميناء الادبيه، لان ميناء الادبيه هو جاهز للتعامل مع النوعيه الكبيره للمعدات اللي هي فائقه الحجم والمشروعات القوميه. واتنقلت من المشروعات من الادبيه الى الدخيله علشان تطلع على الصحراء الغربيه. ان هي التقطير، لان احنا بنشتغل هناك في تقطير بدل ما بتنقل الغاز واماكن بعيده عن المنطقه بتاعت استخراج الغاز، فده بيبقى يعتبر مخزون كامل في قلب المكان، وده بيطلع من 600 بيرفع من 600 مليون قدم مكعب يوميا الى 1500 مليون قدم مكعب يوميا. ده بيدينا فرصه ان احنا نستخدم الغاز اللي في المنطقه في المنطقه الغربيه استغلال سريع وبطريقه جيده. ان احنا ننقلهم وتكونوا موجودين في او بايدي مصريه معمولين داخل مصر، ده طبعا شيء كبير جدا للانتاج المصري كتصنيع للغاز او في قطاع الطاقه عموما والغاز خاصه، لان الثلاثة الأولاني كان طول البرج الأولاني 60 متر و9 من عشرة ووزنه 480 طن، والثاني 51 متر و3 من عشرة وحموضته 340 طن، والبرج الثالث كان 17.35 ووزنه 210. ده طبعا بيدي قوة كبيرة للغاز، بالإضافة طبعا للآبار اللي تم اكتشافها من خلال 10 أيام، وده بيدي قوة إنتاجية وموقف لمصر على مستوى العالم حاجة كبيرة جدا، لأن احنا من حوالي 10 أيام تم اكتشاف حقلين، والحقل الأولاني في دمياط والحقل الثاني في العريش. دكتور عندنا بنية تحتية في مجال الغاز متقدمة.
عندنا بنيه متقدمه جدا، وبالذات احنا دلوقتي نقدر نصدر غاز كغاز، ونقدر نصدر غاز كغاز مسال، وده ما بيتوفرش في دول كتير في المنطقه او مش موجود في المنطقه بالكامل. فاحنا عندنا الطاقه الاستيعابيه لتصدير الغاز المسال ما يقرب من 8 مليون طن، ده طبعا شيء كبير جدا. وبالاضافه للحقلين اللي احنا تم اكتشافهم اللي هو من خلال 10 ايام، احنا عندنا خط تاني نقدر نعمل تصدير بس مش غاز مسال، هيبقى غاز عادي، لان احنا عندنا خط غاز بيطلع من سيناء للاردن لسوريا، ومن سوريا بيننا وبين الخط اللي هو بتاع اوروبا اللي هو رابط في تركيا 62 كيلو متر. لو تم ربط الخط ده بالغاز بالبايب الغاز من سوريا لحد خط تركيا، هنقدر نصدر ما يقرب من 10 مليار متر مكعب سنويا من خلال هذا الخط، وده ما يعادل تقريبا 8 مليون طن ثانيه ان احنا نقدر نصدرهم لاوروبا غاز وليس غاز مسال. بشكرك جدا دكتور سامح نعمان الخبير في شؤون الطاقه، شكرا جزيلا. طيب كده مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعه من الاخبار المتعلقه بالشان العام على راس الساعه، موجز لاهم الانباء بعد الحوارات، ابقوا معنا.